سؤال أول حول الأرناك التشاركية. طبعا هذا حديث لا يتصل مباشرة السؤال، لا يتصل بالموضوع، ولكن لابد أن أقول فيه كلمة. الأرناك التشاركية هي جهد أو حصيلة جهد بذل في العالم الإسلامي من أجل التخلص من مصيبة الربا. الربا محسوم فيه في الملة أنه حق. الذي وقع أن الناس انشطروا وانقسموا إلى قسمين، الذين يستبيحون الربا ولا يبالونهم الآن يقومون بمشاريع وقد تنجح وقد لا تنجح، والمهم أنهم مستفيدون من هذا الوضع. الذي يرى أن الربا عليه حرام يبقى دائما مكتوف يديه، لا يستطيع أن يقترض، لا يريد أن يدخل في حرام. وبعض الناس نعرف الآن من الناس لم يصلوا بعد حتى إلى البيوت، إلى سكن. لماذا نحرم فئة من المواطنين من هذا الحق؟ إذا كانت الآن نحن في إطار تعددية، أناس يريدون أن يكون لهم هذا النوع من دعوهم وشأنهم، وأناس آخرون هم الآن مع البنوك الربوية. الذي وجدناه الآن لنا بعد ما تكلموا مبادئ، أنا عشت هذا فكرة أو هذا مشروع البنوك التشاركية لما قدم للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وأنا عضو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ونوقش أي كانت هناك إحالة على المجلس ونوقشت وصدر بيان أو رأي. الذين أخذوا أطاروا الرأي كان لهم موقف مخالف رافض، هذا ليس عدلا. لذلك حينما كنا في يوم التصويت أو المناقشة كتبت أنا ردا في 11 صفحة بينت فيه أن رأي الذي كتب في المجلس الاقتصادي والاجتماعي متحيز وليس سليما. أنا ما نشيء نقول لهم سيروا دير، لا، ولكن كيف منهج العمل؟ إذا عرض عليك البنك التشاركي يجب أن تدرس التجارب الموجودة فيه وتعطي رأي بناء على رأي علمي، وتمشي تقول لي بأن المغاربة ليست عندهم كفاءات. إذن المغاربة هذا كان موجود في التقرير، أنا لم أكن أوقع على تقرير فيه إهانة المغاربة بأنهم يستطيعون يكونوا في البنوك التشاركي، في هذا البنوك التشاركي باش ما غاديش يكون المغاربة. أنا هذا الكلام اللي قلته، أنا المغاربة موجودين في فرنسا، كيفاش ما يكونش عندهم ماشي؟ هم أقل من الشعوب الأخرى عند البنوك. هذا كان نوع من الإيديولوجيا، وأنا تكلمت وقام شي واحد تما ولا شي وحدة وقول لكم أنتم بغيتوا تردوا لنا وهابيين. أنا هذا سمعته، أنتم وهابيين وأنتم كذا وأنتم، ولكن أنا ما شكت لها. إذا بغيتوا هذه البلاد تمشي كما حنا نتكلموا عن الوطن، خلي الناس اختياراتهم. إذا كنت معك أنا مليح ضريف، إذا قلت البنك حرام أنا ماشي مزيان، أنا وهابي. إذا كنت أنا وهابي، إذا كان هذا القرآن قال هذه أحل الله البيع وحرم الربا والقرآن وهابي، قولوا معك توان تفضلوا معك أنا بقاشي. هذا نوع من المناع، جوزنا هذه المسألة. أنا نقول لكم عشان نقول لكم الآن تطرح أسئلة ماشي بريئة، رأي طرفها ناس خوين. هل البنوك تأيرة تربح؟ نقول لكم البنوك تشارك جاية باش تخسر، شو تربح طبعا نوع. حنا نتكلموا على الفرق بين الربح الحلال والربح الحرام. انتم ما علماء، ما قريتوا العلم كذا، اختاروا حتى تنظرنا علماء دفعة. كنا عارفكم ما تعرفوا لا توضوا ولا تصلوا، شي شويه تولوا لنا علماء. هذا شيء مسؤوليه الان بنوك تشاركيه ايها الاخوه والاخوات، على العلماء الذين حضروا جلسات متعدده وناقشوا كل هذا واجازوا. اذا بغيت فهذا الحاجة اللي فات في العلماء، وكاين لجنة الآن تنعقد، أنا لست عضو فيها، ما كاينش باش نكون من الجو، ولكن فيها ناس خبراء من كل المدن من فاس وكذا فيها درسوا وهم حريصون على الشريعة الإسلامية. هذا غادي يمثل إخراج بعض الناس من الحرج وتنمية بعض الأموال التي هي الآن جامدة، وهذا فيه غير خير. أنا ذكرت لكم هذا لأن الآن غادي يبقاو شي واحد يقول هذه لا راهم غادي يربحوا راهم غادي يخسروا، لا احنا جبنا كاش واحد اللي يدير بنك باش يخسر. انت عندك العقل ولا ما عندك العقل؟ البنك ماشي يبيع طبعا، ولكن في اطار المعامله الشرعيه.
الأخت قالت بين الآن نناقش توابيت ونناقش الإرث. الإرث شوف أنا ما باش ندخل في الإرث للناس يطول هذا الهدايا. الإرث ما غنش يناقشوا معنا، احنا تمنينا شي واحد يجي يناقشنا في الإرث. لأنهم ما يعرفوش الإرث، ما يعرفوش. أنا في جلسة من الجلسة قلت لهم أنا نقول لكم واحد القضية في مجلس، مش مجلس كبير، جات وحدة قالت هذه الإرث طابو ديال الإرث طابوات مطابط ديال صافي طابو. أنا نشوف أنا حتى كمل أعطيني أنت الله يجازيك بخير جوج جمل صحيحة في الإرث أنا نمشي معك. جوج جمل ماشي ثلاثة، لا جوج. ما تعرفوش، الذي لا يعرف الشيء ليس له أحقية أن يتكلم فيه. هذا الإرث علم بحاله بحال الجيولوجيا بحال الهندسة بحال ما تكلمش حاجة ما تعرفهاش. الإسلام أعطى النص المرأة شكون اللي قالها؟ حالة التفاوت هي 16-33%، والحالة الأخرى التي تنتو المرأة ولا ينتو الرجل شنو ولا تيت كذا، والمرأة مسكينة مظلومة والأمرأة كذا، وهم لأنهم هم كل قضية يستطيعون أن يشوشوا بها الإسلام. لا، لا يوجد، أنا نقول لكم مثلا لا يوجد نظام تستفيد فيه المرأة. وأنا غادي نكون قلت لها ولا بعض الحالات من المتروك أفضل من نظام الإرث. كيش ما كيش المرأة سعيدة علاش؟ حينما ترون الآن واقع أن الرجل يموت مثلا بالنسبة للأوروبيين، أو أن الرجل على عنده يحب أن يفعل في ماله ما يشاء، تستمر كتب كيلو ما يدي لا رجل لا مرأة لا بغيس المادة كله يعطي الحديقة الحيوان ما يسوله حتى شي واحد، ما كان لنا نص ولا ربع احنا عندها. ثانيا حينما ترون الان الاشياء التي تقع عمليا ان الرجل يموت ذاك الشيء اللي يبقى يعطيوه او ذاك يعطيوه الزوجه والبنات صافي. لا تشوفوا ذاك ليزالوكاسيون ذاك الشيء جوج ديال الناس يقولوا لا راه انت اللي كنت عارف هذا الشيء ياك. شوفي يسولوا على اخته من اخته من شقيقه اخته من الاب. عندنا الوارثات من النساء 10 المرأة الأخرى ما هذه ماشي مرأة هذيك التي ترث في الشريعة الإسلامية 10 من النساء، ترث الأم وترث البنت وترث الجدة لأبي وجدة لأم الأخت الشقيقة والأخت لأبي الأخت لأم وجدة وأمهاتهم 10. أعطوني شي وحدة من هذوك الورث ما كاينش. لذلك حنا عندنا المرأة المسلمة بعض المرات ترث 6 مرات، يموت لها باها تولد، يموت لها راجلها تولد، يموت خوها تولد، يموت ولدها واش راك عارف واش راك تتكلم ولا ما راكش راك عارف تتكلم. وثم هاد الناس اللي يقول الان انا البارح جاتني اسره ديال النساء اسره مجموعه البارح تقول الله يخليك شوفوا لنا مع خوتنا بغينا غير يقسموا لنا الارث. ما بغاوش يقسموا، المراه ما داتش حقها. راكو تهضروا انتم في الخوخة وراكم مريقلين لنا شي حاجه اخرى. المراه بغات حقها الشرعي في كثير من الجهات. المراه لا تاخذ نصيبها الشرعي. اذا ما استطعتش انت تعطيها نصيبها الشرعي تعطيها اللي ماشي ديال تشويها بخوها، واش راك تضحك على الناس ولا ما كيفاش تستطيع تعطيها؟ وريني كيدير. الناس يفوتون اموالهم بالهبات وبالبيوع الصوريه ويخلوك انت اش القانون شقين القانون اللي لا يطبق لا يؤمن به الناس. هذا كلام فارغ تشويش على الشريعه ولا لا مستقبل ليه وعمره ما يطبق. 1930 قال الطاهر الحداد هذا الكلام، 1930 قالها في تونس، الى الان مازال ما كاينش. لانك سي ما تمسش الاموال ديال الناس الا بغيت الوطن يبقى مستقر. هذاك المال ديالي اذا عندك حتى شي جمعيه اعطي اللي بغيت نتايا، انا ولدي وبنتي ما تدخلش بيناتهم نتايا الا بغيت نحترمك. دير جمعيه واعطي الفلوس ديالك الا عندك شي جمعيه ديك راك تجيب شي فلوس. المال ديالي انا نفرق على حسب الشريعه كي بغيت. اذا استعمرتني قولها لي، اذا راك استعمار قولها لي. اما المال وهذا انا نقولها من الان دائما ما تمسوش هذا الموضوع لان لا مستقبل له الا بغيتوا تهزوها البلاد. هذه المواناسه هذا ماشي شي حاجه شي حاجه ادبيه ولا دخل ما بين الراجل وولده وبنته وديرهم انت المشكله لانك استطعت واحد المرات دير جمعيه ولا دير منظمه ولا كذا وبقيت تفرض عليك المسئله ابدا. نهار يتوج الجيل بحالك هذا كيديروا اللي بغاو. حنا ما بغيناش هذا الشيء، حنا غنقراو القران راح ماشي مع القران. هذا هو هذه الوطن والسلم الاجتماعي. لا الوطنيه والعنصريه ما تكون الوطنيه مواطنه
ما يبقاش عنصرية، ما يجمعوش هما. المواطنة أيها الإخوة والأخوات الحقيقية تنفي هذه الأشياء. فحينما تكون أنت تؤمن بالمواطنة فإنك تنسى هذه الفروق التي يحرص عليها البعض. ما كنا الآن في حركة تحرير البلد، من كان يعرف من الشمال ولا من الجنوب؟ الناس كانوا سجناء، كل واحد بالشمال واحد بالجنوب، الناس يتزوجون، الناس يتبادلون، ما كانوش الناس يسألون عنها، شيء جزئية صغيرة. ولكن حبنا لهذه الأرض ولكل هذه الأرض هو الذي جاءنا. ناس من جهة مثلا يمشيوا لسوس، يقرأوا سوس عند علماء سوس، وعلماء سوس وما أدرك ما عندهم، الناس مش عندهم احترفوه وكذا، والناس كانوا يضيفون الناس ويعلموا، فتعلمنا من بعضنا واستفدنا من بعضنا، وما كنا يعدين كافين أن نسأل من أي نص. ولكن هذا استحكام هذه الروح، الذين لا يفعلون هذا الذين يريدون أن يمزقوا ما طبعا عندهم شيء آخر. الذي يتأمل الذي يتنكر لوطنه، أول الحالة التي نحن فيها الآن هي حالة تبصير وتوعية وتعريف، مش حالة صدام. الذي لا يعرف لا يتنكر لوطنه يجب أن يعرف ما هو الوطن. أنا لا أعرف إنسانا عالما بحق وطنه أو إنسانا ناضجا يفعل ذلك. الناس الآن في شعوبهم كلها، أنا بعض المرات تشوفوا أنتم تتبعوا الصحافة الإسرائيلية دائما يستنطقوا كلهم مع إسرائيل، ما كانش واحد الآن يقول بأن العرب أن فلسطين عندهم الحق، كلهم كأنما رضعوا لبنا واحدا كلهم. وتجدون في كثير من الدول أن الوطن لا يتجاوز، والأشياء والخلافات هذه تصححوا في الطريق، فمن كان فيه شيء هذا فسبب ذلك كما ذكرت الأخت هذه هو البرنامج التربوي الذي يجب أن يعلمنا أن نحب أهلنا وأن نحب وطننا، أن لا نتعامل مع وطننا كما قلت لكم، أن لا نسفه بلدنا، لأن هذا الكلام كان كلام جميل ولكن مش صحيح. يجب أن نعلم الناس أن يبقوا على وحدتهم وأن يبقوا متعايشين ومتسالمين، هذا في حدود هذا هم الآن في خير، فيما سوى ذلك هناك شيء آخر ليس محمودا. طبعا لا بد من حضور العلماء، يجب أن يحضر العلماء، ولا بد أن يسهم العلماء، لا بد أن يكون العلماء، يكون علماء حقيقيين، ولا بد أن يسهموا، ولا بد أن الأمة تجمعهم. بعد ما تكون العلماء ما قايمينش، ولكن الأمة من الشباب يجب أن يطالبوهم بأن يدرسوهم بأن يعلموهم. أنا أظن أن عالما ما حينما يقبل عليه الناس ويقبل على الشباب ويطالبونه، ورأى أن علماء أيها الإخوة، أنا أعرف ماذا كان في فاس، كثير من العلماء من فاس مشى معهم كل شيء، أعرفهم. فلذلك إذا كانت عندكم ناس باقية وتعرفون يتقنون أشياء، أنتم اطلبوا منهم، أنتم تزوروا. في تاريخنا العلماء كانوا يدرسون في بيوتهم، ولكن إذا كان العالم زهود فيه والعالم يجي ما يكونش اللي يحضر معه، ما يكونش اللي، لأن أساس الناس رماشي في جهة أخرى، فلاش كانه يشعر بأنه لا جدوى بما يفعل ويتراجع. ولكن هذا قابل للتصحيح إذا قام الجميع. طبعا أنتم جميعا، وفاس تستحق هذا الأمر، فاس رمز للعلم، كانت دار علم، وكل شبر فيها كان فيها علماء، كل شبر كان فيه علماء. فلو أن شبابنا نساءنا وحاولوا أن يعيدوا هذا المجلس يكون ذلك عمل صالح، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.